تهامي، مهندس في الأصل، لكن أنا النهاردة بساعد الموظف اللي مش بيحب شغله إن هو يعرف هو بيحب إيه علشان يشتغل وهو مبسوط، يصحى الصبح. أنا دايما بقول كده، أنا بساعد الشخص اللي أسوأ لحظة في يومه لما المنبه بيرن الصبح عشان يصحى يعمل حاجة ما بيحبهاش. أنا عانيت من ده فترة طويلة جدا، بشتغل مهندس ومش عايز أشتغل ده لأني عارف إن في مجال تاني أنا بحبه، فلكن مش عارف إزاي الحاجة اللي بحبها دي يبقى هو مصدر الدخل الأساسي بتاعي. كان عندي تشالنج إن أنا اليوم بتاعي رايح في الشغل، يعني برجع متأخر جدا، وكان ابني بدأ يبقى عنده سنتين وشبه ما بشوفوش علشان الشغل والدوام اللي انا فيه. هيئات انا الحقيقه واحد بحب امشي جنب الحيط، ولحد النهارده ما بحبش اعمل مخاطرات ومجازفات كبيره، ولذلك كنت بدور على طريقه امنه تماما. فامن حاجه انك تبدا مشروع خاص بيك انت جنب شغلك الحالي، تقدر تديره جنب شغل لحد ما تطمن تماما ان هو واعد وبيكبر وبينجح. فلو حبيت انك تقرر تستقيل هتلاقي نفسك بتستقيل وانت مطمن تماما ان انت عندك حاجه تقدر تعتمد عليها. بيبقى واحد مثلا مهندس او دكتور وبيحب الطبيخ، فطب ازاي والناس والمجتمع، فبيبقى عارف بس مش قادر يبقى عنده جرأة يطلعه. انا كنت حضرت الكورس بتاع محمد تهامي سنة 2015، وكان نتيجة الكورس ان كان الباشن بتاعي هو الشطرنج. لا، اليومين دول بالذات لازم تفكر لكذا سبب. اولا الامان الوظيفي ما عادش موجود، انتهى. الظروف والشركة وظروفها بيمشوا ناس او بيقللوا لك المرتب او ايا كان، يعني كل الحياة بتقلب في ثانية معاك، فتحس ان انت مش اسير الوظيفة او مش رايح مكسورة عينك عشان المرتب وخلاص. انا بعمل حاجة بحبها على الجنب، وفي وقت من الاوقات ممكن دي تبقى حياتي كلها. فهي دي قصة باشن تو بروفيت، واحنا بنحلم من خلالها ان احنا نغير حال الموظفين في العالم كله مش بس في مصر. الشخص اللي مجبر يشتغل حاجة ما بيحبهاش بيبقى مستهلك، لان سعادته في الاستهلاك، ما هو عندوش حاجة تانية تبسطه. الموضوع ما طلعش بس ان انا اعمل بيزنس جنب الشغل اللي بالنسبة لي، طلع يعني انا غير لي حياتي، زي ما يكون كده كانت الدنيا مسدودة وفي حد حط لي طريق تاني، وهو ده الطريق اللي انا بدور عليه ومش عارف هو فين اصلا. كان الباشن بتاعتي او الشغف بتاعي اللي اكتشفته ساعتها هي الفيكشن رايتنج او كتابة الروايات الخيالية، وبالذات في هي الاكشن والحاجات ديت زي دكتور نبيل فاروق، وبدأت اشتغل عليها وطلعت الرواية بتاعتي. بدأ يبقى لي طلب مني ان اعمل زي وركشوب او ورشة كتابة للفيكشن رايتنج. وصلنا ان احنا بقى عندنا تشيسير تشايلد، اول اكاديمي في مصر بسيرتيفايد ومعتمده من الاتحاد المصري للشطرنج. مفيش حد يقدر ينجح لوحده، يعني مفيش حاجه اسمها انا اقدر اعمل كل حاجه لوحدي وامشي ضد التيار واعمل الكلام ده. اي حد بما في ذلك الانبياء كان ليهم صحبه، يعني كان ليهم لازم ناس تسبورت وتعمل كده، فلو مفيش الكوميونتي ومفيش السبورت دوت محدش هيقدر يوصل لحاجه. فهنا عندنا هو ده المكان ده، انا المفروض اعمل 1 2 3 4 عشان ايا كان الحاجه اللي بحبها ايه تتحول الى بزنس اقدر ابدا اديره واطلقه للعالم الخارجي جنب شغلي الحالي. وبعدين خطوه ان انا اسيب الشغل بتيجي خطوه بعد كده، لو انا مطمن تماما لنجاح مشروعي ده اقدر ان انا اسيب. لكن بعد كده بيحصل بقى الاجتماعات الدوريه اللي احنا بنعملها مرتين في الشهر، يعني كل اسبوعين، اللي الناس بقى بتيجي وبتتقابل وبتشجع بعض، او كل واحد بيبقى جاي بالقائمة المهام بتاعته، انا خلصت دي ما خلصتش دي، واقف هنا مش واقف هنا، والناس بتبتدي تشجع بعض.